علاش واحد يلعب هو الاول في الكلاسمون كونتر جمعيه هذا الشامبيون عام. والله مش صعيبه لا شيء. انا كورنا لعبنا مقاول حاجه ما ننظروش احنا قاعدين نخدموا على روحنا ما ننظروش احنا الاولانيين ولا هذا عملنا نظام تاع الشامبيون نلعبوا سو بريسيون. انا اليوم تحب ولا تكره خصنا خمسه لاعبين اساسيين سيرتو قدام قدام ما فماش كرياسيون ما فماش الموفمون نتاع العاده لانه الاولاد اللي يلعبوا ما قصروش لكن ماهمش مستانسين يلعبوا معنا. لعبنا ضد فريق اللي هو نادي صفاقس مستانس بعض وكل شيء واللي سهل لهم الماتش هو المركاو ال 15 مينوت الاولاني في بريمي تون 15 مينوت صحيح معناها ذاك اللي صعب لنا الماتش لكن جروسو مودو عندنا مقابله باهيه وما نخسروش ونخدموا على رواحنا ان شاء الله جاي خير. يعيشك.